السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبنا لكم واحد الوصفه ديال الحوت في الفران. اللي غادي نحتاجوا له جوج ديال الحوتات متوسطين، ما كبار ما صغار، ثوم محكوكه، عصير ديال الليم، القزبر والمعدنوس، الزيت، ورقه سيدنا موسى، عطريه ديال السمك، الكامون، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الملحة والفلفلة، المهم الملحة على حسب الذوق، الثوم ديال الرز غادي نعمرهم بالرز، البصلة هكا دواور، والخضرة كما تشوفوا كاينة حرورة مقطعة، البطاطا، الليم، الحرورة حارة، حرورة حمراء، والمطيشة الصغيرة، والزرودية. ونفوتوا للطريقة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. نديرو هنايا القزبر والمعدنوس، ثومة، نبداو بالشرمولة، العصير ديال الليم، العطرية ديال السمك، الكمون، التحميرة، والملحة، والفلفلة، واحد شوية ديال بودرة الثوم، غير شوية، ونخلطو هاد العناصر مزيان. ونعمرو بهم الحوتة ديالنا. نعمر مزيان هكا، ومن بعد ما شرمناهم دخلنا معاهم الشرمولة مزيان. ها هما غادي هاد الشرمولة اللي غادي تشاطنا، غادي نديرو فيها الرز، ونخلطو مزيان، ونبداو نعمرو بها الحوتة ديالنا. نحاولو نضغطو عليها مزيان. الثانية اللي غادي تدخل شوية ديال الزيت، ونسرحو عليها البصلة. مرحب مرحب يا هلال اهلا. نزيدو ورقة سيدنا موسى، نديرو الزرودية، نزيدو البطاطا، الفلفلة الخضراء، والمطيشة، والفلفلة الحمراء، ونديرو الحوتة ديالنا اللي عمرناها بالرز. نزيدو الحوتة ديالنا الأخرى، ونزيدو التزيين، الليم، الفلفلة الحمراء، الخضرة يا ربي، وفي الاخر الحرور الحار. ودروك ندوزو للشرمولة اللي غادي نديروها من الفوق. هذه هي المرحلة الأخيرة. بسم الله، اللي غادي نديرو هنا عصير ديال الليمة، ونزيدو شوية القزبر والمعدنوس، والعطرية، شوية الملح، التحميرة، الفلفلة، بودرة الثوم، والعطرية ديال السمك، والكمون،
واحد شويه ديال الزيت ونخلطوا مزيان. نزيد واحد شويه ديال الماء غير واحد شويه صافي. نديرو على الحوت ديالنا اللي وجدنا الفوق، ونغطي واحد الباتي وندخلوه للفران. غادي ندخلوه للفران ومن بعد ندوزو للتقديم. بعد ما درنا الاكله ديالنا الحوطه راه دابا طيب في الفران، بغينا نرافقوها بواحد العصير منعش. ها هو نديرو فيها الماء، نديرو يوطرو. يجي تبارك الله منعش هاد العصير. وليما مقطعة بقشورها ليما ونص، ليما ونص مهم على حساب كل واحد، على حساب كل واحد وشنو يدير. نديرو لها هكا ونديروا لها اوراق النعناع. وجيت تبارك الله عليه كاين اللي كيستعملوا ديتوكس، يعني اللي بغى يوزن الكرش ولا، ومهم يجي تا منعش يرافقنا في رمضان يجي شهوه منه. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال الحوت، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وصوما مقبولا وافطارا شهيا. نتمنى تجربوا الوصفة نتاع الحوت، يجي طبق رائع. وشكرا ميراكو دعمونا، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو أخر إن شاء الله يا ربي. وفي الأخر احنا درنا لكم واحد المنظر ديال عين الرقادة وهي نايضة في الليل، ما تنسوا تشوفوها، راه واحد المنظر رائع. يلا سلامة. يعني نايضة نايضة نايضة. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا. وانت هلا باش هلا باش